يقول السائل: إذا ولد لي ولد أو بنت فما السنة في حقي؟ إذا ولد لك مولود السنة اختيار الاسم الحسن له أو للبنت، تختار اسما حسنا، وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أو ما عبد لله عز وجل كعبد العزيز، عبد الكريم، عبد الحكيم، عبد الجبار إلى آخره، يعبد لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، تختار الاسم الحسن. وكذلك العقيقة، تذبح العقيقة عنه، عن الغلام الذكر شاتان، وعن الجارية شات واحدة، تأكل منها أنت وأهل بيتك، وتهدون لجيرانكم منها، وتطعمون المساكين والفقراء، شكرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل. نعم.